أولى ردود الأفعال مشاهدينا من ملعب هارد روك، البداية ببوسكيتس لاعب برشلونة وثيبايوس الوافد الجديد إلى ريال مدريد. الفريق قدم وضع جيد وأيضا في هذه الأجواء الرائعة وقدمنا أفضل ما لدينا من الناحية البدنية، كنا بحالة جيدة وفزنا، وعلينا أن نصحح الأخطاء التي ارتكبناها للتحضير لكأس السوبر الإسبانية. هذه المرة مع راكيتيتش لاعب برشلونة وصاحب الهدف الثاني، ماذا قال؟ حسنا، كما قلت انها تحضير للموسم، ودائما الفوز بالكلاسيكو هو من اهميه بمكان، ولكننا نعرف جيدا الان يجب علينا ان نعود لمواصله التحضيرات ولكي نبدا باول لقب، فهي افضل بدايه الان، ومن الاهم لاننا فزنا والاهم سياتي. هل كان ذلك التحضير للسوبر الاسباني؟ أعتقد من وضع المباراة هنا لم يفكر في هذا الأمر. أولا أود أن أتقدم بالشكر إلى كل الجهات المنظمة، وشكرا لهم كثيرا على الرغم من حرارة الطقس، ولكننا استمتعنا كثيرا، ومباراة السوبر كوبا ستكون مختلفة كثيرا لأنها ستكون اللقب الأول، ويجب علينا أن نكون 100%. بل سبب البطاقة الصفراء لا أعرف جيدا ما حدث، ولكن كان يجب عليه أن يفكر أكثر. شكرا. راكيتيتش اتسم أداؤه بعصبية غير مبررة اليوم عبد الحق، يعني نتفهم رغبة الفوز لدى فريق برشلونة كما قلنا بعد موسم للنسيان، لكن هذه العصبية الغير مبررة من قبل اللاعبين؟ أظن أن مباراة غير عادية والتحدي فيها، رغم اللعاب يعرف أنها مباراة حبية. برشلونة مضغوط، كلهم الفريقين حتى بالنسبة لريال مدريد نفس الشيء.